بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلابنا الأعزاء مدارس الملك عبد العزيز. النهاردة هناخد قواعد الاشتقاق. أول حاجة عايزين نقولها مشتقات كثيرات الحدود، ودي قلناها قبل كده في النهايات. يبقى مشتقة اف اكس بتساوي 4 اكس تربيع ناقص 5 اكس زائد 8 دي كثيرة حدود. الاشتقاق بيكون للأس، ينزل ينضرب في المعامل ويقل واحد. هنا بيقول لي اشتق ووجد القيمة عند 5 أو اوجد القيمة عند 1، يبقى في مسألتين أو في تعويضين لهذا السؤال. بعد ما اشتق هعوض عن الإكس بـ5 مرة وأجيب قيمة المشتق، وأعوض عن الإكس بـ1 مرة وأجيب قيمة المشتق. تعالوا نشوف الاشتقاق كثيرات الحدود. يبقى اف شرطة إكس تساوي الاتنين هتنضرب في الأربعة تدي كام يا شباب؟ 8 اكس اس واحد، الواحد طبعا لا يكتب. سالب 5 اكس مشتقة سالب 5 اكس، قلنا المعامل بتاع اكس اذا كانت المشتقة اكس، لانها بشتق بالنسبة لاكس، يبقى 8 اكس ناقصا 5. هعوض الحين عن اكس بيساوي كام؟ 5، احدى قيم المطلوب. 5 في 8 ب 40 ناقص 5 بيساوي 35. او عوض عن الاكس بواحد، يبقى 1 في 8 ب 8 ناقص 5 تساوي كام؟ 3، يبقى المشتقة تساوي 3. تمام؟ نشوف قاعدة أخرى من قواعد الاشتقاق اللي هي مشتقة القوة. القوة مقصود بيها إذا كانت جذر أو أس. فنشوف كده الاشتقاق إكس أس 9، يبقى إذا دي قوة. الأس 9 دي قوة أو أس. كيف نشتق دي؟ ينزل التسعة ونقص منها واحد، 9 اكس اس كام؟ اس 8، يبقى دي المشتق. طب لو كان الكلام مع جذر، يبقى ده الجذر الخامس لاكس اس 7، يبقى زي ما قلنا قبل كده تغير صورتها الى صورة اسية، اهي الاس على الجذر 7 على 5، اصبحت صورة قوة، ولكن القوة المرة دي كسر عادي خالص. هشتق السبعة على 5، ان انا اضربها في المعامل اللي هو الواحد ونقص منها واحد. لما نقص منها واحد هتبقى صورتها 2 على 5 في الأس. طب 2 على 5 في الأس اقدر ارجعها تاني للصورة الجذرية؟ نعم اقدر ارجعها الجذر الخامس على الاكس تربيع. طبعا احنا كنا واخدين سابقا ان علاقة الأس بالجذر، يبقى 2 على 5 معناها ان الاتنين دي الأس وخمسة اللي هو الجذر. كمان مثال يا شباب، 1 على اكس اس 8 تغير صورتها الى هذا الشكل قبل الاشتقاق عشان تبقى اسهل شوية. يبقى اكس اس سالب 8، السالب 8 برضو تشتق ان انا اضربها في المعامل ونقص منها واحد، تبقى اكس اس سالب 9، تبقى بهذا الشكل سالب 8 اكس اس سالب 9. طيب لو حبيت ارجعها بسطه مقام تاني ترجع، لان الاس السالب لا يترك هكذا، انما يرجع تاني سالب 8 على اكس اس كام؟ اس 9. ننتقل الى قاعدة اخرى من قواعد الاشتقاق، واللي هي نظريات القيمة العظمى والصغرى. لو حضرتك تشوف المفهوم الاساسي اللي موجود في الرسم، يبقى احنا كنا اتكلمنا عن المماس، اتكلمنا عن السرعة، وقلنا ان ده مرتبطين بالاشتقاق في الدرس السابق. النهاردة بنقول القيم العظمى سواء عظمى صغرى او صغرى او عظمى او عظمى، الاثنين قيم قصوى للذات. في خلال فترة ما، الفترة من الف الى باء او من A الى B. لو تشوف حضرتك الرسمة هتلاقي ان هذه الدالة في خلال الفترة AB قد تحقق قيم عظمى او صغرى عند اطراف الفترة او عند احدى النقاط الحرجة. ودي النهاردة اول مرة نتكلم عن النقاط الحرجة. ما هي النقاط الحرجة؟ النقطة الحرجة ان هي المشتقة تساوي 0، واحسب قيمة اكس تطلع النقطة الحرجة او اكس الحرجة. هعوض مرتين 3، بس لازم تكون النقطة الحرجة تنتمي الى الفترة. هعوض باطراف الفترة وبالنقطة الحرجة لحساب القيم القصوى سواء كانت عظمى او صغرى. شوف مثال، اوجد القيم العظمى والصغرى للدالة. دي دالة تربيعية، اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 5.
على الفترة من 1 إلى 3. طيب، يبقى عشان نبتدي الكلام صح، أنا اتفقنا معاكم إن إحنا هنعوض عن إكس بواحد والإكس بثلاثة، ولكن بعد حساب النقاط الحرجة. كيف تحسب النقاط الحرجة؟ اشتقاق المعادلة إكس تربيع ناقص 4 إكس زائد 5 ومساواتها بالصفر لحساب النقاط الحرجة. يبقى إكس تربيع مشتقتها بكام يا شباب؟ ب 2 إكس. ناقص 4 إكس مشتقتها بكام؟ ب 4، والخمسة طبعا ملهاش مشتق. أسويها بمين؟ بالصفر. عشان أحسب إيه؟ النقاط الحرجة. تبقى الإكس تساوي 2. طب الإكس تساوي 2 هل تنتمي للفترة من 1 لـ 3؟ نعم، الاثنين موجودة بين الواحد والثلاثة. يبقى التعويض هيبقى 3 أشهر. تعال نعوض دلوقتي عن الدالة عندما إكس تساوي 1 وتساوي 3 وتساوي 2، لأن الاثنين دي قلنا نقطة حرجة من نقاط الدالة. يبقى أول تعويض نشوف كده، هنشيل الإكس ونحط 1، هنعوض هيطلع الناتج بهذا الشكل، يساوي 2. هنشيل الإكس ونحط 3 اللي هو أطراف الفترة، 1 و3 دول أطراف الفترة، هيكون الناتج بهذا الشكل، دول قيمتين متساويتين وماله، قد تعطينا إحدى الدوال أكثر من قيمة عظمى أو أكثر من قيمة صغرى، ما فيش أي مشكلة، قد يتساوى قيمتين أو أكثر، ما فيش مشاكل. نيجي نعوض عن إكس يساوي 2، ودي النقطة الحرجة للدالة اللي تنتمي للفترة من 1 إلى 3، هتطلع قيمة الدالة تساوي 1. شوف بقى، هنوصف هذه القيم الثلاثة للدالة بالشكل الآتي: القيمة الأولى قيمة عظمى للدالة، القيمة الثانية قيمة عظمى للدالة، وقلنا ما فيش مشكلة في إن هناك أكثر من قيمة عظمى أو أكثر من قيمة صغرى، والقيمة الأخيرة هي قيمة صغرى للدالة. يبقى إحنا كده عوضنا ب3 نقاط: الأطراف والنقطة الحرج. نروح لكمان القاعدة من قواعد الاشتقاق اللي هو حاصل ضرب دالتين. حاصل ضرب دالتين، أشتق الأولى في الثانية، أضربها في الثانية زائد الثانية مشتقتها في الأولى. يبقى أنا عندي دالتين، واحدة بشتقها واحدة بكتبها كما هي، زائد وأغير الوضع. تعال نشوف مثال. أنا عندي قوسين، القوس الأول فيه معادلة من الدرجة الثالثة والقوس الثاني فيه معادلة من الدرجة الثانية. كيف أشتق؟ دلوقتي 3 اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 7 دي الاولى، والتانية 3 اكس تربيع ناقص 5 دي التانية. اشتقاق الاولى 3 اكس تربيع ناقص 2، اشتقاق التانية 6 اكس. كيف اطبق القاعدة؟ شوف القاعدة، مشتقة الاولى ضرب التانية زائد التانية ضرب مشتقة الاولى. هنفذ الكلام ده، يبقى انا كتبت القوس الاولاني اللي هو مشتقه الاف، اف شرطه اكس اللي هو 3 اكس تربيع ناقص 2 داخل قوس، مضروبه في الداله الثانيه المكتوبه كامله بدون اشتقاق اللي هي 3 اكس تربيع ناقص 5، زائد وغيرت مشتقه الثانيه اللي هي 6 اكس مضروبه في الاولى كما هي اللي هي اكس اس 3 ناقص 2 اكس زائد 7. بعد التبسيط، يعني ايه التبسيط؟ ان انا هفك الاقواس، هضرب 6 اكس في المعادله اللي قدامها وهضرب القوسين الموجودين في الاول في بعض، هتطلع بهذا الشكل. بعد الضرب هيطلع عندي حدود متشابهه اللي هي ذات الاس المتساوي اللي هي اكس اس 4 واكس اس 2 والاكس، والحدود المتشابهه اجمالا هجمع الحدود المتشابهه واختصرها وابسطها، هتبقى ده في الشكل النهائي اللي هو 15 اكس اس 4 ناقص 33 اكس تربيع زائد 42 اكس زائد 10. نروح لكمان قاعدة من قواعد الاشتقاق وهي القسمة. يبقى احنا خدنا في البداية مشتقة كاسرات الحدود، ثم مشتقة المشتقة النونية سواء كانت أس أو جذر، ثم حاصل ضرب الدالتين، ثم القسمة. القسمة زي ما حضرتك شايف على القانون ان انا المقام تربيع وبعدين مشتقة البسط مضروبة في المقام ناقص مشتقة المقام مضروبة في البسط، تمام زي ما حضرتك شايف بالظبط. تعال نشوف السؤال الموجود اهو، دي كسرية
قسمة، مشتقة قسمة. خلي بالك لا تلخبط بين اللي احنا قلناه أيام النهايات وبين اللي بيحصل دلوقتي. فأنا عندي البسط والمقام، كيف أشتقهم؟ أربع المقام، دي أول حاجة. وحدد البسط إنه هو 5 إكس أس 3، وده المقام إكس تربيع ناقص 6. كيف أشتق؟ أشتق البسط لوحده هو 10 إكس، وأشتق المقام لوحده هو 2 إكس. أطبق بقى القاعدة، تعال نشوف القاعدة. تقول لي القاعدة أربع المقام يبقى إكس تربيع ناقص 6 لكل تربيع، وبعدين هضرب 10 إكس اللي هي مشتقة البسط مضروبة في المقام، يعني المقام إكس تربيع ناقص 6 مكرر ومضروب في مشتقة البسط ناقصا البسط ضرب مشتقة المقام، البسط اللي هو 5 إكس تربيع ناقص 3 مضروب في 2 إكس اللي هي مشتقة المقام. بعد التبسيط، يعني إيه تبسيط؟ يعني فك الأقواس، هتبقى بهذا الشكل. لما أفك الأقواس وتطلع هذا الشكل أخذ الحدود الجبرية المتساوية. يعني إيه الحدود الجبرية؟ ذوات الأس المتساوية. فهلاقي 10 إكس أس 3 وسالب 10 إكس أس 3 متساويين ومختلفين في الإشارة، يبقى ناتج جمعهما بعد التبسيط صفر. وأيضا 60 إكس بالسالب و6 إكس بالموجب، يبقى إذا بعد التبسيط تبقى سالب 54 إكس على إكس تربيع ناقص 6 لكل تربيع. بلاحظ إن أنا ما بجيش عند المقام خالص، بسيبه تربيع، وكل شغلي إن أنا ببسط الموضوع اللي في البسط، إن أنا أفك الأقواس وأرتبها وأعيد ترتيبها. نيجي بعد كده، هل هناك مشتقات عليا؟ يعني ايه مشتقات عليا؟ انت لما تتكلم يا استاذ عن المشتقه الاولى، هل في مشتقه ثانيه، ثالثه، رابعه، خمسه؟ ايوه طبعا. فهنا سؤال زي ده بيقول لي المشتقه الثانيه. يبقى دي كثيره حدود، كيف نشتق الاس والمعامل؟ تعال نشتق، يبقى المشتقه دي مشتقه درجه اولى، اشتقاق درجه اولى او مشتقه اولى. هضرب 5 في 4، مشتقه كثيره الحدود 5 في 4 ب 20، يبقى 20 اكس اس 4 ناقص 6 اللي هي ضرب 3 في 2 ناقص 6 اكس تربيع. دي المشتقة الأولى. هل في مشتقة تانية؟ آه. يبقى أنا أضرب الأربعة في الـ20 تديني 80 اكس أس 3 ناقص 12 اكس. هل في مشتقة تالتة؟ آه. أضرب 3 في 80 ب 240، تبقى اكس 240 اكس أس 12 أس 2 ناقص 12 اللي هي مشتقة 12. هل في مشتقات أعلى من كده؟ أيوه. ايا كان اللي سواء طالب مشتقه ثانيه، سواء مش طالب مشتقه ثالثه، سواء طالب ايا كان، يبقى دي اسمها المشتقات العليا. يبقى احنا كده خلصنا يا شباب الاشتقاق، وان شاء الله الحصه القادمه باذن الله يبقى درسنا مع التكامل باذن الله تعالى.